بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب جميعا. كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير، طمنون عنكم، ربي يسعدكم ويبارك فيكم. أخواني نبدأ بركة الله إن شاء الله. بالجلسة الماضية حكينا، كان معنا الأستاذ قائد المبدع طه الكتاب أبو عمر، وحكى لنا عن أهمية قائمة المعارف وكتابة قائمة المعارف، كيف نحن نصنفهم، وكذلك حكى لنا على أهمية إنه كتابة الأهداف، إنه كيف واحد لازم يكتب هدفه وطبعا يكبر هذا الهدف بإذن الله، وبعدها يجزئه ويقسمه إلى أقسام. ليش نحن بنعطي هيك المحاضرات إن شاء الله؟ فلأنه هي كلها مرتبطة في بعضها، يعني إن كان المحاضرة اللي قبل الأستاذ طه كانت للأستاذ نور، وبعد الأستاذ طه، فكلها هي المحاضرات مرتبطة في بعضها، ورح نعرف إن شاء الله تعالى كيف رح نوصل لهي الأهداف إذا قسمناها بإذن الله عز وجل من خلال هي الخطة التسويقية بإذن الله، كيف نحن رح نصعد لرتب ونتمرحل مع هي الرتب بإذن الله حتى نوصل للحرية المالية أو أعلى رتبة في الشركة بإذن الله عز وجل. طيب، رح نحكي عن الخطة التسويقية تبع الشركة اللي رسمت لنا إياها رسم لنا إياها الدكتور ليم سيوجين. فهي الخطة سبحان الله عادلة ورائعة جدا، وقليل إنه تشوفوها بهيك شركات. يعني هي اليوم الشركة دي إكس إن بفضل الله عز وجل ارتقت للمرتبة الـ15، لأنه فعلا خطة رائعة وعادلة مجزية وبالتالي شرعية حلال 100% بفضل الله عز وجل. بداية يا شباب، اليوم نحن كلياتنا بنعرف انه دخلنا لهذا المشروع حتى ننجح، وفي عن الشركة حاطة شروط للنجاح، انه انت حتى تصير شريك في ارباح الشركة لابد انه يكون عندك مبيعات او استهلاك، تمام؟ فمن خلال المبيعات او الاستهلاك حيث الشركة تارجت هو 100 نقطة، 100 نقطة شهرية، هي أقل شيء بالشهر. لابد أنه كلياتنا بما أنه دخلنا لمشروعنا الخاص رح نوصل إن شاء الله ونصير من رواد الأعمال، فلابد أنه نشتغل على هي الـ الـ على هي الأمور اللي هي أنه لابد أنه نفعل 100 نقطة أقل شيء في الشهر. شو هي ال 100 نقطة؟ من خلال مبيعات للشركة، من مبيعات منتجات أو استهلاك هي المنتجات. فاليوم الـ100 نقطة أنا إذا فعلتها في الشهر شو راح أستفيد؟ بداية أنا كعضو جديد بالشركة، بداية دخولي للشركة فعلت 100 نقطة، يعني أخذت منتجات جربتها على نفسي، مثل ما حكى الأستاذ نور في البداية إنه لابد إنه كل واحد فينا نجرب المنتجات، وطبعاً هذا مو كلام بس الأستاذ نور، كلام الخبراء والقديمين والناجحين اللي وصلوا. ليش نجرب المنتجات؟ لأنه اليوم المنتجات إذا أنت جربتها راح تعرف قيمة هي المنتجات وشو فوائد هي المنتجات ولذية هي المنتجات. يعني نحن اليوم مثل ما بقولوا دخلنا لمشروع حتى يعني نكسب المال، ولكن أنت إذا جربت المنتجات راح تشوف إنه هتستفيد أنت مو فقط مال، هتستفيد صحياً وهتستفيد مالياً، وبهذا المشروع بفضل الله عز وجل هو الثراء الشامل. فسبحان الله مالياً وصحياً واجتماعياً وسفر وترحال مع الشركة وعضوية تورث، مشروعك يورث. فمنين من جيت على هذا المشروع بتلاقي ما شاء الله كل المزايا موجودة في هذا المشروع. طيب، فالمئة نقطة هاي لابد منها إنه نفعلها. شو راح نستفيد؟ راح نبلش بالخطة اللي رسمنا إياها الدكتور ليم سيوجين. فأنت أول ما بديت بأول انضمامك للشركة فعلت 100 نقطة في أول شهر مثلا، تمام؟ فأنت أخذت نسبة أرباح، يعني أنت صرت شريك في أرباح الشركة على 100 نقطة. يعني شوف ال 99 نقطة ما بصير. ليش الشركة اليوم حددنا هذا التارجت؟ وهذا أمر بسيط جدا، يعني أنا اليوم شخصيا بفضل الله عز وجل أستهلك منتجات في بيتي أنا وعيلتي، بعد ما شفت فوائد هذه المنتجات وانبسطت عليها استهلك والله اكثر من 150 نقطه. بعض الاحيان يكون عندي منتجات اجيب فقط 100 نقطه مثلا استهلاك،
ما عدا المبيعات اللي موجودة عندي بفضل الله عز وجل بشكل شهري أو أسبوعي أو حسب، تمام؟ فالمئة نقطة 6% راح تكون نسبة أرباحك من هاي المئة نقطة، يعني راح تعطيك الشركة من أرباحها بعد التكلفة. اليوم المنتج أكيد مكلف، في له تكلفة، في له موظفين، في مزارعين، في محاسبين، في مثل ما بقولوا مصانع ومزارع، فهي كلها فيها موظفين. واليوم الشركة مثلا عندها 17 مليون عضو بفضل الله عز وجل، فهدول كمان في موظفين خصوصي ليحاسبوا هدول الأشخاص، يعطوهم ينزلوا لهم أرباحهم الشهرية، فهدول كلهم لهم الرواتب. فهون الشركة بعد هي التكلفة كلها حطتنا أو عندها أرباح من هذا المنتج، وطبعا بقائمة الأسعار الشركة موضحة أنه أنا هذا المنتج ربحانة منه كذا، هذا المنتج ربحانة منه كذا، حتى تعرف أنت شو إلك، يعني شو إلك نسبة أرباح. وإذا حبيت تحسب طبعا الشركة حيطلع لك سيستم وعم تحسب لك، يعني ما في داعي أنه توجع رأسك وكذا، لا هي حيثبت لك، ولكن حتى أنت تتأكد بنفسك. فهون الشركة حيطة قائمة أسعار، هذا أرباحي وأنت لك نسبة أرباح، هي نسبة أرباحك راح تاخذها من هي أرباحي أنا يعني الشركة، تمام؟ طيب المئة نقطة 6% بأول تفعيلك لمئة نقطة مبيعاتك لمنتجات أو شير أو استهلاكك 6% نسبة أرباحك. طيب إذا صار عندك 300 نقطة 9%، 1000 نقطة 12%، 2000 نقطة 15%، 4500 نقطة أو 15% 2000 نقطة، 3250 نقطة، 3250 نقطة 18%، 4500 نقطة 21%، وإذا كنت متأهل 25%. طيب خلينا هيك نشوف، نساوي هيك مثل عصف ذهني إن شاء الله تعالى، ونشوف إجاباتكم بالتعليقات، وإذا في حدا يعني يتطوع بأنه يقرأ لنا التعليقات الله يجزيكم الخير، من أحد القادات الله يساعدكم. اليوم إذا بدك أنت توصل لل 4500 نقطة ومكتوب فقط أو مطلوب منك فقط، عفوا مطلوب منك فقط أنك تحقق بالشهر الواحد تارجت، يعني هي أقل شيء 100 نقطة فقط، شقد بدك لحتى توصل لل 4500 نقطة؟ مين بجاوبنا على هذا السؤال؟ مين بقرأ لنا بالتعليقات الله يجزيكم الخير أساتذتنا؟ في تعليقات لما في؟ هلا في الأخ عبد الباسط، 3 سنين وثمانية أشهر. ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك قائد وداخل بقوة ما شاء الله ساعتك. طبعا أعتز في الأستاذ عبد الباسط، هو صار له معي أسبوعين ما شاء الله عنه، ف يعني داخل بقوة بإذن الله، يعني إن شاء الله نشوفه بأعلى المراتب وكل الموجودين معنا إن شاء الله تعالى. تقريبا مزبوط 3 سنين و7 أشهر أو 8 أشهر 4500 نقطة، يعني بدك 45 شهر، تمام؟ طيب أهمية أنك أنت يكون معك فريق وتعرض هذا الخير على من طرفك، من أهلك ومعارفك، لأنه هن رح يكون إن شاء الله وتعالى هو مشروع الخاص. فعملنا يا شباب هو جماعي، تمام؟ فشوف شاد رح تختصر أنت على نفسك حتى توصل لل 4500 نقطة، وطبعا رح تكون أنت وصلت لأول رتبة في الشركة، يعني بالبداية بأول 6% لل 18% اسمك موزع، ما عندك رتبة، اسمك موزع. ولكن وقت اللي وصلت لل 4500 نقطة أنت هون طلعت لأول رتبة في الشركة، وهي رتبة وكيل نجم. فنحن إذا لنفترض واحد من بيناتنا كان معه بالبداية، يعني أنت اليوم جيت عضو جديد ودخلت معك 10 أشخاص، تمام؟ فهدول 10 أشخاص كل واحد من بيناتهم فعل 100 نقطة فقط، وأنت عندك 100 نقطة، فبما أنه هن تابعين لفريقك راح تشوف أنه 1000 نقطة كاملة من هدول 10 أشخاص إجت لألك بدون ما هن ينقص من نقاطهم شيء. طيب إذا هن عندهم فريق، أو إذا أنت دخلت معك مثلا 50 شخص، تمام، أو هن عندهم فريق أجيال تحتك، فكذلك كل شيء تابع لألك لفريقك راح يبين عندك في السيستم، وبالتالي كل شيء نقاط راح تتصعد
لا لك بفضل الله عز وجل وبدون ما ينقصني من نقاط شيء. فأنت هون بكون اختصرت على نفسك، يعني ممكن يجي عضو عضو داخل بقوة وداخل مثل ما بقولوا فهم الفكرة وبده بس ينجح بإذن الله، ممكن شهرين يوصل لرتبة وكيل نجم، يعني عنده 4500 نقطة. شايفين شلون يا شباب؟ 4500 نقطة، أمر بسيط بإذن الله عز وجل. اللي بيفهم هذا المشروع واللي بيفهم وبيتدرب ويعني بيفهم الأساسيات بهذا المشروع بوصل لهي الرتبة بأسرع وقت بإذن الله عز وجل. تمام يا شباب؟ فهون أي شخص راح يكون معك، نقاط اللي راح يفعله راح تجيك لألك. طيب لنفترض أنت وصلت لوكيل نجم، بهي الرتبة أنت وصلت لنسبة أرباح 25%. طيب حتى الآن ترفع مثل ما بقولوا ترفع الرتب، ترفع تطلع للرتبة اللي بعدها، شو راح يكون عندك الآن؟ يعني بالنسبة للنقاط جاوزناها، طبعا النقاط راح نحكي شو راح تستفيد منها في ضمن هاي الجلسة إن شاء الله. هي رفعتك أول رتبة وبعدها تجاوزناها، الآن راح ترتفع للرتبة اللي بعدها اللي هي رتبة نجم ياقوتي. فأنت راح يطلع عندك، بما أنه أنت عندك اليوم فريق، راح يبلش يطلع عندك قادة ويطلعوا هن عندهم هاي الرتبة، رتبة وكيل نجم، يعني كل واحد عنده 4500 نقطة. تمام؟ فإذا طلع عندك 4000، إذا طلع عندك شخص وكيل نجم، فنسبة أرباحك وصلت 27%، وكيل نجم ثاني 29%، وكيل نجم ثالث نسبة أرباحك وصلت 31%. تمام يا شباب؟ وهدول الثلاثة وكلاء نجوم كل واحد عنده 25% نسبة أرباحه. طيب 31% أنت هون وصلت لتاني رتبة في الشركة وهي رتبة وكيل نجم ياقوتي، رتبة نجم ياقوتي هي تاني رتبة في الشركة. طيب شو راح تستفيد؟ راح تستفيد أنه نسبة أرباحك 31%. تمام؟ وكذلك أنت شلون عم تحاسبك الشركة قبل ما نطلع لباقي الرتب، شلون عم تعطيك الشركة أرباح على هدول الأشخاص اللي معك؟ اليوم العضو الجديد اللي بينضم لفريقك نسبة أرباحه مثل ما رسمت له الشركة 6%. تمام؟ طيب أنت نسبة أرباحك لنفترض 31%، وصلت ل 31%. طيب فارق النسبتين يا شباب شقد بتكون بين الست، بين ال 31 وبين الستة شقد بتكون؟ نشوف إجاباتكم، الله يجزيكم الخير على التعليقات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. سفير أول 9، الشباب أول 25%. يا سفير لا أزعل منك، بدك تزعل ننزل من بعض بعدين. بين ال 31 وال 6% خلينا نقول 31 ناقص 6 بيبقى 25. الله يجزيكم خير شباب. ف 25% الشركة راح تعطيك على العضو الجديد على تفعيله لل 100 نقطة أو مبيعاته أو استهلاكه، ال 100 نقطة الشركة راح تعطيك عليه 25% إذا أنت نسبة أرباحك 31%. تمام؟ هو راح ياخذ 6%، يعني أنت ما راح تاخذ منه شيء. وهذا هو يعني خلينا نقول إنه حليت المشروع، إنه أنت ما بتاخذ من 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 فريقك شيء أبداً، لا الشركة هي عم تعطيك. وفي عندنا كتاب بالإسلام معروف اسمه كتاب السمسرة في الإسلام، اقرأوه، ممكن إذا بحثتوا عنه تلاقوه وتقرأوا عن هذا الكتاب، راح تشوفوا إنه السمسرة في الإسلام، إنه هذا مشروعنا بيتطبق فيه هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. فنسبة أرباحك 25% على هذا العضو الجديد. تمام؟ طيب وفارق النسبتين كمان عم تاخذها بينك وبين الوكيل النجم اللي هو 25%، راح تصفي 6 كمان، راح تاخذ عليه 6. طيب شو راح تستفيد كمان غير ال 6%؟ راح تاخذ على الوكيل النجم علاوة قيادة، علاوة تطوير. علاوة التطوير بتجي يا شباب 15%، 15%. فعالجيل الأول عالجيل الأول 5%، والجيل الثاني 4%، والجيل الثالث 3%، والجيل الثاني عفوا الجيل الثالث 3%، والجيل الرابع
2%، والجيل الخامس 1%. فالشركة عم تعطيك على خمس أجيال تحتك بالنسبة للوكلاء النجوم، تعطيك خمس أجيال تحتك علاوة تطوير، فبتطفي إذا جمعناها 15%. تمام؟ طبعا رح نحكي، لسه ما وصلنا لهي، أنا استعجلت الأمور، خليني أكملكم الرتب وبعدين إن شاء الله وتعالى نحكي على هاي الأمور. طيب اليوم أنت نسبة أرباحك 31%، عندك ثلاثة وكلاء نجوم. طيب بدك ترفع هاي الرتبة، إذا صار عندك أربع وكلاء نجوم مباشرين طبعا معك، أربع وكلاء نجوم، فأنت صارت نسبة أرباحك 33%، خمسة وكلاء نجوم 35%، ستة وكلاء نجوم 37%. تمام؟ فهي عم ترفع لك على كل وكيل نجم عم ترفع لك 2% نسبة أرباحك. ونفس المبدأ عم تأخذ فارق النسبتين بينك وبين العضو الجديد أو العضو القديم، فارق النسبتين المهم. تمام؟ فأنت وصلت بنسبة 37%، وصلت للرتبة الثالثة وهي رتبة نجم ماسي، وهون نكون وضعت أول قدم بإذن الله للحرية المالية. طيب بهي الرتبة يا شباب رح تشوفوا أنه فعلا يعني الشركة عم تعطينا أرباح مجزية بإذن الله. ليش؟ لأنه أول شيء عم تأخذ 37% على مشترياتك الشخصية أو مبيعاتك، وعم تأخذ أرباح فارق النسبتين بينك وبين فريقك. تمام؟ طيب غير هيك أنت وصلت أنك تأخذ من أرباح الدولية، من أرباح الشركة الدولية. الشركة اليوم عندها أرباح بجميع أنحاء العالم، فهي بتعطي للنجوم الماسيين من أرباحها، طبعا لجميع النجوم الماسيين 2% من أرباحها، وهي لحالة كافية يعني، هي ما عدا أنه عم تأخذ على الفريق، تشيلك عن الفريق اللي عم تأخذ عليه أرباح، هي لحالة بإذن الله كافية أنه توصلك للحرية المالية اللي هي 2%. لأنه ليش؟ الشركة عم تجيها بالمليارات، عرفتوا شلون؟ فسبحان الله يعني، هي ما شاء الله، وكان الله يبارك لكم في هذا المشروع. طيب غير هيك في عنا الرحلة الدولية. الرحلة الدولية يا شباب كمان الشركة محددة تارجت سنوي اللي بوصل لهذا التارجت، يعني من مجموع نقاطك ونقاط فريقك. تمام؟ فأنت مثلا محدد الشركة اليوم 100,000 مثلا نقطة، أو 100,000 بيجي اس في، يعني الأرباح اللي بتحققها مبيعات للشركة جميع أنت وفريقك جميعا. تمام؟ إيش في أرباح بتحققوها للشركة؟ وصلت لهذا المبلغ فأنت بيطلع لك حق لك تطلع مع الشركة سفر على حساب الشركة. الشركة محددة مثلا 7 أيام إلى المكسيك لنفترض، ويعني سفرك رحلتك بالطيارة والأوتيل أكل والشرب كلها على حساب الشركة، وممكن كمان يعطوك مثل ما سمعت أنا بيعطوا ظرف فيه مبلغ من المال إذا حبيت أنك تشتري شيء من هذا البلد، لأنه العملة ممكن تختلف، العملة اللي أنت جايبها معك يعني ممكن تكون دولار أو يورو البلد اللي بتتعامل فيها. تمام؟ فهي بالنسبة للنجم الماسي اللي عنده ستة وكلاء نجوم. تمام؟ طيب خلينا نحكي أنه اليوم نحكي عن الحوافز، الشركة بتعطيك كمان أرباح لمرة واحدة، في عندك هديتين لمرة واحدة. أنت إذا وصلت، خلينا نرجع شوي لورا، وصلت أنت نجم ياقوتي، يعني عندك ثلاثة وكلاء نجوم، هدول الثلاثة وكلاء نجوم هن طبعاً وصلوا وقت اللي صار عندهم 4500 نقطة. طيب إذا صار عندهم 6000 نقطة فأنت هون بيطلع لك هدول ثلاثة وكلاء نجوم، يعني أنت اليوم وصلت نجم ياقوتي. تمام؟ ثلاثة وكلاء نجوم، وصل كل واحد من بيناتهم عنده 6000 نقطة، فأنت الشركة رح تعطيك هاتف نقال بقيمة 230 دولار. طبعاً هي هدية لمرة واحدة، هي هدية من الشركة. تمام؟ طيب الهدية اللي بعدها لمرة واحدة، إذا صار عندك خمس أشخاص نجوم ياقوتيين، خمس أشخاص نجوم ياقوتيين وحققوا يعني كل واحد حقق من بيناتهم الهاتف النقال، وصلت الفكرة يا شباب؟ كل واحد من بينات هدول الخمسة النجوم الياقوتيين حققوا الهاتف النقال. شو يعني؟ يعني كل واحد من بيناتهم عنده ثلاثة وكلاء نجوم وصلوا 6000 نقطة. تمام؟ فصار عندك خمسة نجوم ياقوتيين حققوا الهاتف النقال، أخذوا هدية الهاتف النقال لمرة واحدة، فهون الشركة رح تعطيك هدية تانية كمان لمرة واحدة، اسمها الهدية الخارجية
أو رحلة دولية لمرة واحدة أو خارجية لمرة واحدة بقيمة 1580 دولار، هاي لمرة واحدة، كمان ما لها علاقة في الأرباح اللي بتاخذها على فريقك والأرباح الدولية وعلاوة القيادة وعلاوة التطوير رح نحكي عنها إن شاء الله وتعالى. طيب اليوم هدول الأشخاص خلصنا من هاي الهديتين اللي مرة واحدة، تمام؟ فأنت اليوم طلع عندك وكلاء نجوم مثل ما قلنا ستة، وصلت للنجم الماسي وحكينا عن الأرباح الدولية 2% ونسبة أرباحك 37%، وعم تاخذ علاوة تطوير على النجوم على وكلاء النجوم 15% على الأجيال. يعني اليوم أنت طلع عندك الجيل الأول أخذت عليه 5%، طيب صار عندك وكيل نجم بالجيل الثاني فأنت أخذت عليه 4%، وحكينا هاي كمان إن شاء الله مشان ما نتأخر عليكم وما نطول عليكم الجلسة هاي إن شاء الله تعالى. طيب فهدول الأشخاص الوكلاء النجوم عم تأخذ عليهم. طيب إذا طلع عندك أنت مثلا وكيل نجم غير مؤهل أو يعني وكيل نجم تاني مو فعال، فالشركة رح تعطيك، رح ترفع لك الوكيل النجم الثالث تساوي لك يا جيل تاني، الثالث رح ترفعه للجيل الثاني لأنه في عنا انضغاط ديناميكي. يعني أنت رح تأخذ على 5 أجيال تحتك، إذا عندك 10 أجيال وعشرين جيل تمام، وإذا في بيناتهم ما فعالين بالأجيال الأولى الخمسة الأولى فبترفع لك الفعالين من تحت بتطالعهم لفوق حتى تأخذ التم مستمر، أنت عم تأخذ على الخمس أجيال اللي تحتك. فلذلك يا شباب يعني مثل ما حكينا المهندس محمود المصري طبعا هو ما شاء الله عنه بيشتغل على الخطوط، يعني بيمكن العمق، بيحاول انه يمكن العمق. شو يعني العمق؟ يعني انا اليوم عندي بفريقي مثلا مصطفى وعندي عبد الباسط تمام، وعندي القادة الموجودين معنا تمام، فانا بشتغل مع مصطفى بقول له يا مصطفى لازم انت تتابع فريقك، لازم انت تنزل للعمق، لازم تبني فريق يكون فعال تمام، مو اذا توقف واحد معناته خلاص تتوقف مشروعك، لا لازم تبني انت اجيال تمام. اتابع انا على الاجيال، ممكن انا اتابع مصطفى جيل اول واتابع الجيل الثاني عنده تمام، واتابع الجيل الثالث عنده، واتابع الجيل الرابع، واتابع الجيل الخامس، ممكن لأوصل للعاشر. ليش؟ خلاص انا عم ببني مصطفى هذا الخط لازم يكون فعال، يعني حتى اذا توقف احد من فريق مصطفى هذا الخط فعال عندي، فانا مستمر، انا طلع عندي قائد مصطفى او اللي تحته او اللي تحته، المهم راح يطلع بيناتهم قائد باذن الله، فهذا الخط راح يكون شغال. فسبحان الله يعني لازم نحن نشتغل على الافق والعمق، ما نقول والله نحن نجيب اشخاص تحت اسمنا مباشرين فقط ونتابع هدول الاشخاص ما لنا علاقه في الباقي باللي تحتهم. لا، نحن اليوم اذا رح نشتغل صح نبني فريق حقيقي صحيح وقوي باذن الله وما يتوقف، لازم نتابع الاجيال هدول. ليش؟ نمكن هدول الاجيال باذن الله يطلع عندك نجم ماسي، هذا دائما ان شاء الله وتعالى عنده دخل جيد تمام. انا اساسا احتاج كم شخص لحتى اوصل سفير ملكي؟ كل اللي احتاجهم 20 شخص يا شباب، وهي ال 20 شخص هل هن صعبين؟ لا والله ما صعبين بفضل الله عز وجل. نحن وقت نطلق اعلان ممول ونبلش نبني فريق بيجينا ممكن كل واحد من بياناتنا باعلان واحد يجي لكل واحد من بياناتنا 50 و60 و70 شخص، ويدخل منهم عشرات معنا بالجيل الاول تمام، ممكن يطلع منهم فعالين ممكن يطلع ما فعالين، بس انا هل بتوقف عن مشروعي؟ اعوذ بالله، ليش لا توقف عن مشروعي؟ اذا انا فهمت المشروع صح، انا اليوم عندي هدف بدي اوصل له، انا باليوم بدي اتخلص من العمل عند الناس، انا اليوم بدي اوصل لهدفي ويصير عندي سيارتي الخاصه ويصير عندي البيت باذن الله ويكون مشروعي الخاص مورث لاولادي تمام، واوصل للحريه الماليه واسافر مع الشركه. فانا اليوم هيك اساسا عم بشتغل، ان كنت في تركيا وان كنت بالدول الشرق الاوسط العربيه تمام، هيك انا عندي مثلا عندي انا بشتغل صانع مثلا او بمعمل او موظف، فانا هيك ماشي شغلي، ليش لحتى ما اتابع مشروعي الخاص؟ هذا مشروعي الخاص والله ممكن اسهر الليالي، انا بالنسبه لي اسهر حتى اتابع هذا المشروع وباذن الله اوصل باسرع وقت للحريه الماليه. فهيك نحن يا شباب مستمرين في هذا المشروع، ما ممكن في يوم من الايام انه نتوقف عن هذا المشروع، وان ما ضل حدا معنا ابدا رح نرجع نعيد من الاول. وهيك الناجحين اللي موجودين اليوم في دي اكس ان ما شاء الله كلهم
اليوم هذا المهندس الفلاني وهذا الدكتور الفلاني وهذا لا بيعرف يقرأ ولا يكتب. من جميع الفئات الناس سبحان الله هن قاد اليوم عندهم ما شاء الله آلاف الدولارات. فسبحان الله تواخذوني، أنا تحمست كثير ودخلنا في غير موضوع. طيب خلينا نكمل بالخطة التسويقية بالسلم الارتقاء للرتب بإذن الله عز وجل، وحتى نعرف مثل ما حكينا القائد المبدع أستاذ طه الكتاب عن تحديد الأهداف. أنا اليوم حددت هدف، هدف كبير، إيش هو الهدف؟ بدي أوصل هدف كبير، خلينا نقول 20,000 دولار. طيب خلال إيش قد؟ خلال 5 سنوات أو 6 سنوات بدي أوصل 20,000 دولار. تمام؟ طيب حتى أوصل لهذا الهدف لازم أنا أجزئ هذا الهدف، أقسمه لأقسام. تمام؟ شلون راح أعرف أقسمه؟ أنا بدي أطلع وكيل نجم بفترة شهرين، حكينا أنه اليوم إذا بنينا فريق طلعت فترة شهرين وصلت لهذا الهدف. شوف ما أحلى، هدف بسيط جدا، أنا جزأت هذا الهدف حتى أطلع للرتبة الأولى، رتبة وكيل النجم، خلال شهرين أو 3 أشهر أو خليها 5 يا أخي، خلص أنا مشروعي مستمر فيه، يعني هيك هيك ماشي في المشروع بدي أوصل لهي الرتبة، ولكن أنا حددت 3 أشهر. طيب إذا ما وصلت له معلش 4 ومعلش 5، المهم أنت حددت هذا الهدف ومشيت عليه. تمام؟ فهذا توفيق من الله توفيق من الله عز وجل أنه توصل، ممكن قبل 3 أشهر، ممكن 3 أشهر، ممكن 5 أشهر. طيب الهدف اللي بعده أني بدي أطالع عندي قادة أتابعهم حتى يطلعوا هنا وكلاء نجوم، وأطلع أنا للرتبة اللي بعدها، رتبة نجم ياقوتي، وأطلع بعدين للرتبة النجم الماسي. شباب أمور بسيطة جدا، حددت كمان أنه أنا هذا القائد بعرفه مبدع، أتابعه، أتابع 6 خطوط، أتابع 10 خطوط إذا بعرفهم ما يتنين. طيب مين أتابع؟ أتابع فقط المهتمين بالمشروع اللي هن بهموا المشروع الخاص، هدول اللي أتابعهم. ما أتابع أشخاص أجي أرسل لهم رسالة وأبعث لهم فيديو، شوف تابع لي هذا الفيديو ورد لي خبر وخبرني شوف في هذا الفيديو وما يرد علي، هذا ما بتابعه. عدم المؤاخذة هذا يصطفل، يعني هو هذا راح يكون مشروع الخاص. فلذلك أنا أتابع الأشخاص المهتمين في المشروع وأنا أهتم فيهم، وأنا بقول لفريقي بشكل عام أنه أنا إذا الساعة 3 في الليل أنت بتحتاج أي سؤال بهذا المشروع اتصل فيني يا أخي، فيقني من النوم. هذا عمل، هذا عمل، هذا مشروعك الخاص، وأنا بالعكس بفرح لأنك أنت مهتم في المشروع. أنت اليوم قائد، قائد مشروعك، وعم تريحني في العمل لأنه نحن عملنا تشاركي. تمام؟ طيب برجع، سبحان الله يا شباب لا تغازوني الله يرضى عليكم، يعني برجع بدخل بغير سيرة. طيب فالنجم الماسي يعني أنه يكون عندك 6 وكلاء نجوم. طيب رح تبلش كمان ترفع نسبة أرباحك، أو أنت وصلت لنسبة الأرباح 37%، رح ترفع أبو نسبة أرباحك. هتسمعني أبو عبدو؟ تفضل حبيبي، معك الله حبيبي، تفضل. بس شوي أقاطعك، خلي تاخذ لك نفس، اشرب لك بق مي كذا، والله بس اشرح شوي والله للشباب، الله يجزيك الخير، مثال. الله يكرمك يبارك، يلا تفضل، حتى شوي توضح لهم. ما شاء الله عليك وعلى حماسك وطاقتك، صراحة أنا لمستني من الداخل، ربي يكرمك. الله يكرمك يا رب، تفضل حبيبي. بس الصفحة واضحة ولا لا؟ بس قبل ما نبدأ، الصفحة واضحة يا شباب؟ أستاذ نور، لا مو واضحة. مو واضحة، طيب رح أحاول أن أوضح لكم إياها، إذا توضحت كان بيها، ما توضحت طيب أحاول أكتب، إذا وضح عليكم خبروني. طيب يا شباب، الآن أنت هون موجود بالبداية، أول ما بلشت مع الشركة أخذت نسبة 6%، تمام؟ أنت فعلت أول 100 نقطة فقط، 100 بي في. البي في يا شباب معناته النقاط، واضحة الصورة أبو عبدو؟ يعني شوي واضحة، مش الحال إذا واحد كبر الشاشة بيان. طيب تمام، ممتاز. طيب الآن يا شباب أبو عبدو، بس اضغط على 3 نقاط على الفيديو عندي، اعمل له تثبيت حتى الشباب تكبر شوي عندهم الصورة. تمام، واضحة هيك الشاشة يا شباب؟
واضحة واضحة هيك. شوف الشباب واضحة عندكم يا شباب. طيب نستعين بالله يا شباب. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب طيب شوفوا يا شباب، الآن بس أضرب لكم مثال على فرق النسبتين شلون بينحسب. بس الآن أنت معك 100 نقطة أنت لحالك، أول ما بلشت راح يعطوك عليها 6% تمام من أرباح الشركة. طيب الآن إيش أضرب حال الشركة من 100 نقطة؟ تقريبا الأرباح هي على 100 نقطة تقريبا بين 30 وال 40 دولار، بين 30 وال 40 دولار تمام يا شباب. طيب فأنا إيش أدلي منها؟ اللي منها 6%. طيب مجرد ما صار عندي فريق والفريق بلش يفعل نقاط، هذا عمل 100 وهذا عمل 200 وهذا عمل 300. شوفوا دائما عم بكتب جنبها PV، PV يعني نقاط يا شباب. طيب هون هذا عمل كمان 200، طيب وهذا عمل 100. خلينا نجمعهم مع بعض يا شباب، مين جمع لي اياهم كلياتهم سوا؟ يلا يا شباب 100 و200 300 300 و300 600 600 و200 شو صاروا؟ 800. وهون عندي 100 صاروا 900. 900 وانا عملت 100 صاروا 1000 صح؟ طيب معناته انا مجموع نقاطي الكليه لهذا الشهر نقاطي زائد نقاط الفريق هي 1000 نقطه صح؟ بي جي بي في تمام. طيب انا ايش راح استفيد من هاي النقاط اللي عملوها الفريق؟ نقاطي اللي انا حققتها الشخصيه راح بتصير بدل ما اخذ 6 راح باخذ عليها 12. ليش؟ لانه النقاط التراكميه تبعي زادت عن ال1000 نقطه، شايفين شلون يا شباب؟ فصرت انا باخذ عليها على نقاطي الشخصيه 12%، والفريق تبعي هذول كلهم مباشرين، فكل واحد شاد النسبه تبعيته. مثلا هذا الاخ هذا عمل 100 نقطة فهو 6% تمام؟ طيب معناته شو بساوي فرق النسبتين؟ أنا 12 12 راح 6 فبطلع معي 6%، كذلك الأمر الأخ هون 6% كمان 12 راح 6 كمان 6%. هون الأخ وصل 300 نقطة يعني نسبة أرباحه شو صارت؟ 9%، فأنا عندي 12 12 راح 9 ف 3% باخذ على هي 300 نقطة. كذلك الأمر الأخ هون، كذلك الأمر هون بنفس الطريقة. ربي يكرمكم ويبارك فيكم. هاي بالنسبة ل الفرق بين النسبتين، وعذرا على المقاطعة، تفضل أبو عبد الرحمن. الله يجزيك خير حبيبي الغالي، الله يسعدك. طيب وصلنا على النجم الماسي إنه عندك عندك 6 وكلاء نجوم تمام. طيب الآن راح ترتفع نسبة أرباحك إذا صار عندك نجوم ماسيين. نجوم ماسيين راح تأخذ عليهم علاوة قيادة، طبعا هي من أفضل العلاوات مثل ما حكوا الخبراء اللي وصلوا لهالمرحلة. اليوم اللي عنده نجم ماسي، نجم الماسي عم يأخذ أرباح دولية 2% وعم يأخذ أرباح 37% على مبيعاته الشخصية، وعم يأخذ أرباح على فريقه ما بين فرق النسبتين، عم ياخذ علاوات قياده، علاوات تطوير على الوكلاء النجوم تمام. فانت اليوم اذا صار عندك وكلاء اذا صار عندك هدول الستة بلشوا يطلعوا منه النجوم ماسيين تمام، فانت عم تاخذ علاوه تطوير، علاوه قياده عفوا، علاوه القياده على النجوم الماسيين. نفس المبدا، الجيل الاول 5، الجيل الثاني 4، والجيل الثالث 3، والجيل الرابع 2، والجيل الخامس 1. عم تاخذ علاوة قيادة 15% على خط واحد، خط واحد يعني على نجم ماسي واحد بفريقك بخط واحد عنده نجوم ماسيين. فهمت علي يا شباب؟ نجم ماسي خط واحد عندك موجود، فأنت عم تاخذ عليه 5، الجيل الثاني اللي تحته 4 وهكذا، فأنت عم تاخذ على 5 نجوم ماسيين بالعمق عم تاخذ 15% أرباح تمام. علاوة قيادة اسمها، علاوة التطوير مثل ما حكينا على الوكلاء النجوم، يعني عندك وكيل نجم خط واحد وتحته وكيل نجم وتحته وكيل نجم، هذا الخط نفسه عنده وكلاء نجوم يعني 5 أجيال، كذلك علاوة التطوير 15%. طيب بالمختصر حتى ما نطيل عليكم إن شاء الله وتعالى، 20 شخص بفريقك مباشرين معك نجوم ماسيين. شو يعني مباشرين معك؟ يعني أفقيا، يعني ما بصير مثلا
اليوم عندي مثلا لنفترض عبد الباسط وصل نجم ماسي وعنده نجوم ماسيين، هذا يعد يعني عبد الباسط عنده نجوم ماسيين يعد نجم ماسي واحد عندي، تمام. ولكن بالفريق بالنسبة للأفق يعني خطوط مباشرين معي عندي نجوم ماسيين، وصل عندك 20 شخص نجم ماسي فأنت وصلت لأعلى رتبة في الشركة وهي رتبة سفير ملكي. وإن شاء الله تعالى كل الموجودين معنا والسامعين وراح يشوفوا هالمحاضرة بعد شوي إن شاء الله تعالى أو فيما بعد يوصلوا لهي الرتبة بإذن الله عز وجل. طيب لحد الآن يا شباب في حد عنده أي سؤال وأي استفسار؟ بدون خجل وبدون ما ينحرج، هذا مشروعك رح يكون، فما بده واحد يستحي. تفضلوا إذا بتحبوا، ما في مشكلة برفع الأيدي ناخذ. معنا مين رفع إيده؟ تفضل. في حدا رفع إيده يا شباب؟ أنا المشكلة صايرة الشاشة عندي يعني الأسماء ما عارف إذا ما كبرت الهيئة. اللي عنده أي سؤال يا شباب بالنسبة لهذا الشرح اللي شرحناه، لأنه لسه ما خلصنا رح نحكي على شيء أفضل بكثير إن شاء الله تعالى. اللي عنده سؤال بالنسبة لهي الخطة اللي رسمت لنا إياها الشركة يتفضل. ما حدا عنده سؤال؟ طيب طيب رح نحكي إن شاء الله تعالى على البرنامج الإضافي اللي ضافتنا يا الشركة لهذا البرنامج. طبعا هذا صار برنامج أساسي اللي حكينا عنه، خطة الحوافز والأرباح اللي رسمتنا يا الشركة، هذا الأساسي، هذا اللي ما بنتخلى عنه أبدا. واليوم معنا عشرات آلاف الأشخاص وصلوا لعشرات آلاف الدولارات بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله تكونوا منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى على هذا الخطة أو هاي خطة الحوافز الأرباح اللي شرحناها الآن، تمام؟ طيب البرنامج الإضافي اللي ضافتنا يا الشركة بفضل الله عز وجل هو برنامج اسمه ASP. هذا البرنامج أنت اليوم إن كنت عضو جديد أو قديم، بما أنه تطبق عنا في تركيا ب1/1/2024 فأنت اليوم بإمكانك تشتغل على تشتري أول شراءك بدل ما تفعل 100 نقطة عادية، تمام؟ تفعل على الـ ASP إن كان من السيستم أو إن كان من مراكز العربية، يعني تطلبه وتطلب أنه أنا رح أفعل نقاطي 100 نقطة أقل شيء على برنامج الـ ASP. طيب شو رح أستفيد؟ رح أستفيد أنه أي مبلغ مالي شيلك عن النقاط، أي مبلغ مالي بحطه بهذا البرنامج الـ ASP رح يرجع لي مباشرة، رح يرجع لعندي على السيستم مباشرة. حطيت 5000 رح ترجع لك 5000 كاملة. يعني اليوم عطتك الشركة هدية، شو شراءك هاي المنتجات رح تجيك مجانا، رح ترجع لك يا الشركة ولكن بخصم بخصومات. يعني انت اليوم انت قائد وكل شهر عندك تفعيل نقاط ان كان استهلاك او مبيعات 100 نقطة شهرية، تمام؟ فجيت انت اشتريت اول شراءك مبلغ او خلينا نقول 100 نقطة لنفترض، خلينا نقول حطينا 2000 ليرة تركي، تمام؟ ال 2000 ليره تركي رجعت لي. طيب بعدها شو راح استرد هذا المبلغ؟ انا عندي شراء فيما بعد الشهر اللي بعده، راح اشتري منتجات، راح افعل كمان اشتري ب 2000 ليره تركي، تمام؟ خلينا نقول 100 نقطه مثلا. طيب جيت انا طلبت ثاني منتجات بقيمه 2000، الشركه راح تعطيني 10%، راح تخصم لي 10%، بدل ما انا ادفع 2000 راح ادفع 1800 فقط. ليش؟ من كل 1000 شريت لي 100. طيب ال 200 وين راحوا؟ ال 200 خصمتهم من المبلغ اللي هو موجود عندي اللي عطتني اياه الشركه هديه، تمام؟ يعني اخذت المنتجات هديه وبلشت تسترد من المبلغ القديم عندي، تمام؟ هي اول ميزه. طيب الميزه الثانيه، معنا لسه الشهر الثالث. الشهر الثالث يا شباب فيه مضاعفه النقاط، يعني معنا لاخر الشهر الثالث اللي ما فعل الاي اس بي بامكانه، يعني بين اليوم وبكرة رح يخلص الشهر الثاني يفعلها. ليش؟ رح يستفيد أول شيء بمضاعفة النقاط، يعني أنت فعلت 100 نقطة رح تصير 200، فعلت 500 نقطة رح تصير 1000 وهكذا، تمام؟ طيب
الميزة الثالثة يا شباب أنه اليوم أي شخص بيدخل معي في هذا البرنامج أو أي عضو جديد بيدخل معي فالشركة، وطبعاً هو اشترى على نظام الـ ASP، فالشركة راح تعطيني عليه 60% أرباح، 60% من أرباح الشركة راح تأخذ هي إلى 40%، راح تعطيني 60%. شوفوا يا شباب كنا عم نحكي على عضو الجديد بياخذ 6%، هون لا مباشرة أعطتك 60%، طبعاً بس على أول شراء لألك على هذا البرنامج، يعني أعطتك اليوم 60% من أرباحها، تمام؟ الجيل الأول طبعاً، الجيل الثاني 10%، والجيل الثالث 5%، والجيل الرابع 5%. فالجيل الأول 60% راح تاخده بعد أسبوع تنزل لك الشركة أرباحك، يعني بإمكانك تستلمها من مراكز أو إذا ربط حساب البنك تجيك مباشرة على البنك بعد أسبوع. طيب الجيل الثاني والثالث والرابع 10% والخمسة والخمسة هدول راح تستلمهم مثل ما نستلم أرباحنا الشهرية بكل شهر، تنزل عمولاتنا 7 و8 بالشهر، راح تستلم أرباحك على هدول الأجيال 10 5 بـ5. تمام يا شباب، وصلت الفكرة بالنسبة لهون؟ واضحة الأمور؟ حدا عنده أي سؤال لحد الآن؟ ممتاز. طيب نحن ما بنتخلى على النظام الأساسي، نحن النظام الأساسي هو الأهم بكتير من هذا البرنامج، ولكن الشركة اليوم عم بتحفز الفريق، عم بتحفز العضو الجديد، العضو الجديد دخل بده أرباح، بده يشوف مباشر أنه يلمس الأرباح، تمام؟ فهو تحفيز للعضو الجديد، وإن كان القديم راح يستفيد بعض الشيء، تمام؟ فراح يستفيد أنه العضو الجديد بإذن الله عز وجل راح يستمر، راح يبلش يبني فريق بحماس، بينما أنه ممكن لأنه هو ضعيف يدخل يقول لك أنا منين أجيب أشخاص وصعب وكذا ولسه ما تعلمت ما دربت. لا، هون وقت تشرح له هاي الفكرة راح يوافق مباشرة بإذن الله وينضم معك وينطلق على بركة الله. طيب خلينا نشوف الأستاذ نور معنا. الأستاذ نور راح لموجود. طلع عمي أبو عبدو. طلع. طيب ما في أي مشكلة. طيب واضحة الفكرة يا شباب لحد الآن؟ واضحة الفكرة من لهون؟ حياك الله أبو عبد الرحمن، عم تسمعني؟ حبيبنا الغالي، إيه الله يسعدك. عم نحكي على الصوت شوي، عندي فيه مشكلة. العفو منكم. نعم. طيب. ولا يهمك حبيبي. طيب صدق. عم نحكي على عم بحكي لهم للشباب على نظام الـ ASP، فشرحت لهم أنا أنه شلون تأخذ 60 وعلى الجيل الثاني 10 والجيل الثالث 5 والجيل الرابع 5. فتفضل من عندك وضح لهم الصورة للشباب. راح أثبت إذا حبيت تفتح الكاميرا راح أثبت الكاميرا عندك. حياك الله يا أبو عبد الرحمن، حيا الله جميع الأخوة والأخوات، ربي يكرمكم جميعا. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الرائع، ما شاء الله أبو عبد الرحمن أثرانا بهذا اللقاء بكلماته الرائعة بإطلالته الجميلة ما شاء الله وبحماسه المتقد ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم على حسن استماعكم وعلى مشاركاتكم الرائعة ما شاء الله وتفاعلكم مع السيد محمد، وما شاء الله هذا إذا دل على شيء، خصوصا وقت اللي فتح المجال للأسئلة ما كان في أسئلة، هذا إذا دل على شيء دل على ما شاء الله على شرح الرائع والمفصل والبسيط ما شاء الله تبارك الله. الآن خطة الـ ASP يا شباب هي خطة حلوة وبسيطة بنفس الوقت، هي إضافية للنظام الأساسي اللي احنا بنشتغل عليه. شو بنستفيد منها؟ تستفيد منها أنت إذا شخص جديد حابب أنه تبدأ وتلمس أرباح سريعة، فهذا هو الطريق الرائع جدا بإذن الله عز وجل. راح أكون معكم عملي بإذن الله وأجيب كم منتج وأشرح لكم عليهم إن شاء الله عز وجل مثل ما عودتكم بأسلوب عملي بعد توفيق الله. طيب أنا راح أختار أبسط مثال إن شاء الله عز وجل بالنسبة للمنتجات. راح أختار الكورديسيبس، شايفين يا شباب كورديسيبس عليه 35 نقطة، عفوا 65 نقطة، والفطر ريشي في عليه 39 نقطة، يعني مجموع هذول المنتجين مع بعض تقريبا أكثر من 100 نقطة، تمام؟ يعني 105 نقطة. طيب أنا لو بلشت اليوم جديد مع الشركة اشتركت بنظام الـ ASP، الشرط الوحيد لحتى تبدأ بهذا النظام أنه تشتري شراء واحد بقيمة 100 نقطة فما فوق من أول فاتورة، يعني فاتورة واحدة تعملها ضمن أول 5 شهور للتسجيل تبعك. يعني فرضا اليوم كم واحد معنا موجود جديد، يعني سجل هذا الشهر يكتبنا رقم 5 يا شباب، اللي سجلوا معنا هذا الشهر يكتبونا رقم 5 يا شباب.
راح اشرح لكم شو هو الفرصه تبعكم. اللي سجل معنا هذا الشهر ممتاز ممتاز ما شاء الله عليه. اللي سجلوا معنا هذا الشهر يكتبوا رقم 5. طيب الان يا شباب اي واحد فيكم لو حابب يبدا بهذا النظام اللي هو نظام الاي اس بي يشتري 100 نقطه تمام، يشتري منتجات بقيمه 100 نقطه. طيب يعني اشتري انا هدول المنتجين سواء؟ ايه اشتري هدول المنتجين سواء فرضا. طيب اشتريتهم بشقد فرضا، فرضا اخذتهم ب 2500 صح؟ طيب هاي ال 2500 راح ترجع لك كامله. شلون يا ابو رضوان؟ بالضبط مثل ما بقول لكم، الشركه لانك انت اشتركت بهذا النظام اللي هو الاي اس بي سجلت لك قيمه هاي المنتجات، سعر هاي المنتجات بنظامك بالصفحه الشخصيه الخاصه فيك بنظام الشركه، راح اعلمك وين بتلاقيها، راح تلاقي موجود 2500 ليره رصيد خصم خاص فيك يا استاذ حمزه، خاص فيك يا استاذ يوسف، خاص فيك يا استاذ احمد. طيب الان هي ال 2500 انا كيف بسحبها من الشركه؟ تسحبها على شكل خصومات، يعني انت بعدين ما حتجي تشتري مثلا منتجات او تبيعها لشخص ثاني. طيب راح يعملوا لك خصم 10%، يعني طبعا هذا النظام مطبق في تركيا وفي اوروبا الان، وقريبا ان شاء الله بالشرق الاوسط راح يكون مطبق باذن الله عز وجل. وايضا الاشخاص الموجودين في الشرق الاوسط بامكانهم يستفيدوا منه، ولكن بطريقه راح نشرحها ان شاء الله عز وجل اذا ظل معنا وقت. طيب اذا انا كيف بسحبها؟ جيت الشهر اللي بعده انا بدي ارجع اشتري منتجات. طيب انا فرضا خلينا على نفس المنتجات عشان ما نضيع وناخذ وقت زياده، جيت انا الشهر اللي بعده رجعت اشتري هاي المنتجات نفسها، شو الحقها قلنا يا شباب؟ كتبوا لي بسرعه، الحقها قلنا اشتريناها بالشهر الاول. يلا يا شباب مين اول تعليق؟ 2500. ما شاء الله عليك. اول تعليق سيد براء 2500. طيب راح يحسبوا لك اياها في الشركه شقد هالمره ب 2250، عملوا لك خصم 10%. طيب هاي ال 250 منين اطشوها؟ اطشوها من ال 2500 الرصيد اللي عملته انت اول مره، فهذا الرصيد بامكانك تعمله مره واحده، بعدين ما في يا شباب. مره واحده فيك تعمل هذا الرصيد، ما فيك تعيده مره ثانيه. طيب اذا خلصت ال 2500 ما فيك ترجع تعيد او ترجع تزيد هذا الرصيد، فانتبهوا. فاشتراكك بهذا النظام بدك تكون فيه ذكي، تعرف كيف تشترك وبايش تشترك وكيف تشترك بالمبلغ بالنقاط اللي بتشترك فيها. طيب تمام، شو الميزه الثانيه؟ الميزه الثانيه ايش قد نقاط هذول 105 ان شاء الله راح اسجل لكم اياها في الشركه يا شباب 210 ايش قد 210. طيب ابو رضوان انا اذا عملت لي 300 نقطه ايش قد بسجلوا لي اياها؟ 600 يا صاحبي. طيب لو عملت 500 نقطه ايش قد بسجلوا لي اياها؟ 1000 نقطه يا صاحبي. تمام يا شباب ممتاز. طيب انا فيني ارجع مره ثانيه بالشهر اللي بعده ارجع اشتري ويضاعفوا لي النقاط؟ لا. طيب لايمت فيني اضل استفيد من هاي الشغله؟ مضاعفه النقاط اللي هي الضعف الدبل فيكم تستفيدوا منها فقط الشهر الاول والثاني والثالث، يعني الشهر الاول من هاي السنه يناير، والشهر الثاني اللي نحن موجودين فيه وراح يخلص، والشهر القادم بعدها ما في، ان كان جدد وان كان قدامى. انتبهتوا علي يا شباب؟ طيب استاذنا الغالي وضح لنا هاي النقطه، يعني استفيد انا بالشهر الاول والثاني والثالث مو على شرائي الشخصي، لا على فريقي، يعني فريق اللي يدخل معي يستفيد من مضاعفه النقاط. يعني انا اول شرائي انضعف نقاطي عندي تمام، بالشهر اللي بعده بالشهر الثاني مثلا ما في مضاعفه النقاط لي، ولكن الفريق اللي يجي معي تضاعف نقاطه فقط لشراء مره واحده. تفضل. نعم 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 احسنت ما شاء الله عليك. طبعا الان راح يطلع عندكم كثير اسئله ان شاء الله، جهزوا حالكم، بس خليني اخلص الشرح الفائده الثالثه باذن الله عز وجل وبعدها افتح لكم المجال. جهزوا حالكم وجهزوا جهزوا اوراقكم واقلامكم يا شباب، جهزوا الملاحظات كتبوها. طيب الان انا لهون تمام. طيب انا شو راح احصل ارباح يا صاحبي؟ انا عم بقول لك قيمه المبلغ اللي انت دفعته اخذته كاملا، يعني انت ربحت من اول شهر 100%. يعني انت اذا حطيت 2500 بهذا الشهر راح يرجع لك 2500 كامله على شكل خصومات شهر ورا شهر، راح ترجع لك كامله. يعني انت اخذت منتجات مجانا، يعني انت اخذت راس مال من الشركه، يعني انت ما دفعت من جيبك ولا ليره، يعني انت حصلت على راس مال من الشركه. طيب حلو، الان جيت انا الشهر اللي بعده او بنفس الشهر دخل معي خالد، حمزه، يوسف، بلال. طيب هذا الشخص اجى واشترى منتجات بقيمه 100 نقطة فما فوق، نفس النظام على الاي اس بي. طيب هو شو راح يستفيد؟ راح يحصل مثل ما انا حصلت، راح ياخذ النقاط مضاعفة، يعني اذا عمل 200 راح يسجلوا لها 400، وانا راح اخذ 400 كمان،
بالإضافة إنه شاد اشترى المنتجات تبعه فرضاً بأربعة آلاف راح يكون في عنده رصيد خصم بقيمة 4000 ليرة. لهون الأمور تمام يا شباب؟ كتبوا لي رقم واحد، كتبوا لنا الوحدات لأشوف اللي مركز معي الأمور تمام واضح كل شيء للآن، كتب لي رقم واحد. يلا يا شباب، وحدات وحدات وحدات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. طيب الآن هذا الشاب اللي فرضاً سميناه خالد اشترى، بعد ما أنت اشتريت اشترى بفريقك منتجات بده يستهلكها أو بده يبيعها بغض النظر، تمام، بقيمة مثلاً 3000 أو 4000، أنت شو راح تستفيد ما عدا الاستفادة اللي هو استفادها مثلك؟ أنت راح تاخد من الشركة، ويستحيل حدا يجي ويقول لي ما هو من الشركة. ليش؟ لأنه أساساً الشركة لما هذا الشخص اشترك بالASB رجعت له كامل مبلغه. طيب أنت إذا تعطيك أرباح منين تعطيك؟ منا. اها شايفين؟ وهون حلية العمل. طيب شو عم تاخذ بالشركة هون؟ 60% يا شباب، مباشرة 60% من أرباح الشركة. فرضا الشركة ربحانة من هاي ال 4000 2000 ليرة، شو راح تعطيك منها؟ 60% يعني مبلغ 1400 ليرة بأسبوع حلال زلال عليك من شخص واحد. طيب لو أنا عندي ثلاثة، عندك 5000 ليرة في الأسبوع، لو عندي ستة في الأسبوع فأنت عندك 10000 ليرة في الأسبوع، يعني شهريا عندك 40000. الله يبارك لك. واضحة الفكرة يا شباب؟ كل شيء واضح؟ هلا اللي عنده سؤال يتفضل قبل ما نوضح بعض الأمور الأخرى. تفضل شباب اللي عنده سؤال يتفضل، رافع إيده يفتح المايك ما في مشكلة. تفضل سيد يوسف. أخ محمود تفضل حبيبي، إذا حابب تسأل سؤال في عنا المايك بالوسط، تضغط عليه بفتح بفتح المايك. اللي عنده سؤال أستاذ نور، كان عندي سؤال بس نسيته. نسيته؟ استعين بالله، موت لك أخلي جنبك ورقة وقلم، الله يسعدك، مجرد ما خطر على بالك السؤال تسأله، أبشر بالخير، استعين بالله. طيب للآن الأمور واضحة صح يا شباب؟ طيب الآن أنت هاي الفرصة معك 5 شهور من تاريخ تسجيلك، يعني أنت لو سجلت بتاريخ 1/2 فأنت معك 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، 1/7، خلاص بعدها، تمام يا شباب؟ بعد 1/7 ما في إلك ولا شهر، معك 5 شهور من تاريخ تسجيلك، مو هيك يا أبو عبد الرحمن؟ بعد ال5 شهور راحت الفرصة منك. لو خطر لك وجمعت أمورك وزبطت حالك وبدك تأخذ 100-200 نقطة بقول لك خالص، تمام؟ طيب وين الذكاء؟ الذكاء يا شباب إنه أنا من أول شهر أبلش فيها. ليش؟ آها ليش يا شباب؟ لأنه لو بلشت أنت من أول شهر راح تقدر تضل تأخذ 60%. شلون يعني أخذ 60%؟ طيب الآن أنت ما عم تضم أشخاص جدد وأنت بدك تأخذ 60% من الشركة. قال الشركة شو قالت؟ إذا أنت ضمن هاي ال5 شهور التمهيدية ما جبت 5 أشخاص كل واحد فيهم على الأقل فعل 100 نقطة بنفس الشهر اللي سجل فيه، فأنت الشهر السادس ما حتقدر تضل تأخذ 60، راح تستمر تأخذ الخصم، قيمة الخصم اللي أنت عم اللي أنت رصيد الخصم اللي حطيته بالسيستم، ولكن نسبة 60% على الجدد اللي بيشتركوا بالASP ما في. الله يكرمكم. طيب اللي عنده سؤال يتفضل. حياك الله أبو عبده وشكرا على إتاحة الفرصة. الله يكرمك أستاذ أبو رضوان، الله يسعدك ويبارك في الجميع. تسلم تسلم يا طيب. تفضل أبو حسن. أستاذ نور، النقاط راح تبقى برصيدي صح؟ طبعا. يعني من بعد الشهر السادس أو السابع؟ طبعا النقاط خلاص، بس نزلت نقاط بالسيستم ما تروح خالص، هاي ثابتة وكل ما لا بتزيد نقاطك ونقاط فريقك المباراة. يعني بالنسبة لي هي الأهم، يعني ما شاء الله عليك، معناتها أنت في عندك رؤية بعيدة المدى ما شاء الله، بفتخر بشراكتك أبو حسن. طيب مين عنده كمان سؤال آخر؟ السلام عليكم أستاذ. عليك السلام. أستاذ بالنسبة للعمل كمثال، أنا اليوم استهلكت المنتجات
مباشرة يعني نقول ينزل النقاط إلى حسابي، سوى أن عملت فريق أو ما عملت فريق. يعني أنا اشتغلت وعملت جهد واستهلكت مواد وروجت للمنتج، ويعني ما في مشكلة أو عملت فريق أو ما عملت فريق. ما شاء الله عليك، سؤال كثير حلو، ما شاء الله تبارك الله. سيد عبد الله حبيب الغالي، حضرتك شو بتشتغل؟ أنا حلويات اشتغل ويا الأخ عماد. ما شاء الله ما شاء الله، والنعم منك ومن الأستاذ عماد، ما شاء الله تبارك الله عنكم. شوف سيد عبد الله، أنت شخص طموح، واضح عندي كثير من خلال تفاعلك ونشاطك وفهمتك أنت وسيد عماد، أشخاص طموحين حابين جادين، حابين أنه تحققوا نتيجة من هذا المشروع. جميل جدا سؤالك. إنه أنا لو اشتغلت على نفسي واستهلكت من المنتجات، هل راح آخذ أرباح؟ نعم يا صديقي، راح تأخذ أرباح. طيب، الآن أنا راح أسألك سؤال آخر. شو هو الآن أنت تخيلك أو شو هو الهدف تبعك من هذا المشروع؟ في ناس تجي لهذا المشروع. أنا راح أعطيك، أنا راح أعطيك، راح أعطيك يعني هدف، هدف صغير. تفضل، هات لشوف. أنا راح يعني أعمل كل جهدي، ثاني شلون أشتغل بعملي، راح اعمل كل جهدي. ارباح ماكو مشكله، ما عندي هدف، ما عندي مشكله غايه بالارباح، بس يكون مشكلتي يكون انا اكون عضو مشارك ومستهلك بالمنتجات. ما شاء الله عليك، ممتاز. يعني يكون مقاطعتك على مقاطعتك، اسف على مقاطعتك. يعني انا مو هدفي انه هذا العضو بس ياخذ ارباحه وخلص، لا، انا اشتغل واستهلك ويعني اعمل جهد. شلون نقول يعني عمل روتيني يومي، انا هم اسوي هذا الموضوع. احسنت ما شاء الله عليك. سيد عبد الله، اساسا تفكيرك بوصولك او ادراكك لهي النقطه من العمل مع دي اكس ان، انا بيعني لي كثير صراحه، لانه للاسف للان في قاده موجودين معنا في دي اكس ان ما مدركين لهي النقطه، انه انا مع دي اكس ان خليني اعيش حياتي مع دي اكس ان، كل يوم بستهلك، ببيع، بشارك المنتجات مع الناس، استهلك لنفسي، وايمت ما جاني الـ 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 يعني النجاح من الله سبحانه وتعالى فيا مرحبا. جميل جدا هذا العقلية. ولكن حبيب الغالي، كل انسان في عنده سبحان الله هدف اظهره او لم يظهره، قال فيه او لم يقل فيه، كان صبره طويل او كان لا صبره قصير وبده اياه بسرعه. بعض منا دخل هذا المشروع هو فقط مقصد فيه يعني في بعض الأخوات مثلاً حابين إنه يكون عندهم دخل إضافي 100 دولار 200 دولار، خلاص تقول لك تمام، أنا ما أعتز أقول له برضوان أعطيني مصاري خالص. في بعض الأخوة لا، حابين إنه يعني يخلصوا من الشغل عند الناس، فهو هدفه أكبر شوي، يعني يوصل 400 دولار 600 دولار تمام أبو رضوان الله يعطيك العافية يجزيك الخير، خلصني من الشغل عند الناس. طيب، في ناس لسه طموحها شوي أعلى من هيك، يعني هذا اللي حابب يكون عنده سيارة، وهذا اللي حابب عنده يكون عنده بيت ويكون عنده فيلا ويسافر مع الشركة، فهذا أهدافه وطموحه أعلى من هيك. يعني هدفه، خلينا أقول لك، عندكم الورقة 1000 بالعراق، مو هيك الورقة؟ الورقة تقريبا بالعراق نقول 100 دولار تقريبا 100 و 152 ألف. عفوا، الشدة عندكم يعني 1000 دولار، يعني 10 نعم. ورقات، صح؟ نعم نعم يعني نعم. هذا هدفه يكون 10 شدات، يعني خلينا نقول 1000 دولار 10000 دولار، فهمت علي شلون؟ 15000 دولار. طيب، فأنا سؤالي لك أنت، شو هو طموحك؟ شو الرقم اللي أنت متوقعه منتظره من دي اكس؟ طموحي أستاذ العزيز، أستاذ العزيز، طموحي هدفي انه اصل القمه، يعني الصبر مفتاح الفرج، مو اول شهر شهرين ولا خمس شهور ولا نقول ولا سنه، بس شنو هدفي؟ هدفي انا بالحقيقه هدفي شنو؟ هدفي يعني اتعرف على الشركه واعرف منتجاتها واشتري المنتجات، واعرف عندي اصدقاء اقارب، واعرف بالشغل، اعرف للبيع، اعرف يعني انا هدفي يعني انا هدف التعلق بالشركه نحو الامام. الارباح ما يهمني ارباح، يعني ارباح قليل ما يهمني. جميل، ما شاء الله عليك، هاي هي الخطوات والعقليه اللي عم تحكي عليها، ولكن لابد يكون في عندك هدف. الان ما موجود هدف، لازم تجعل لنفسك هدف، لانه كتابتك لهدف راح يوضح لك الخطوات اكثر، فهمت علي شلون؟ احتمال بالمستقبل اكو هدف، بس حاليا هدفي شراء المنتجات واستهلاكها بطريقه صحيحه. احسنت، ما شاء الله عليك، انت جاي تشتغل باسلوب صحيح ما شاء الله، واسال الله سبحانه وتعالى يلهمك تبلش
توضح لك شوي صورة أكثر، إن شاء الله تكتب هدفك يكون عندك واضح وتكتب له خطوات بإذن الله عز وجل. ما شاء الله عليك، ربي يكرمك. شكرا على مشاركتك. مفتاح الفرج إن شاء الله، وأتمنى التوفيق الجميع، وشكرا لك على الشرح والأخ محمد. الله يكرمك حبيبي الغالي، ربي يسعدك ويبارك فيك ما شاء الله عنك. إن شاء الله تعالى رح توصل لهدفك بإذن الله عز وجل. طبعا كلياتنا في البداية إنه جربنا المنتجات، وبعد ما جربنا المنتجات سبحان الله فسبحان الله لقينا فيها الفوائد. يعني أنا شخصيا استفدت أنا والوالد من هي المنتجات، وصار عنا بفضل الله عز وجل حالة تشافي. أنا كان عندي كولون عصبي، والوالد كان يشكي عنده ضغط، حب ياخذ حب ضغط وحب ممي على الدم وحب مدر للبول. فبفضل الله عز وجل طبعا منتجاتنا ما هي أدوية، هي مكملات غذائية، فهي بتكمل غذاء الجسم بشكل كامل، أعضاء الجسم بشكل كامل. إذا في نقص، إذا في نقص بالغدة، أو إذا في نقص مثل ما بقولوا غذاء بالكبد، أو مثل ما بقولوا اللهم صل على سيدنا محمد بالمعدة أو أي شيء في الجسم، تمام، فهي بتكمل له هذا الغذاء. فبعد ما تكمل الغذاء الجسم فراح يصير تشافي ذاتي، مو هيك؟ نعم. سبحان الله من تجربتنا للمنتجات وبلشنا كمان نعرض هذا الخير على الناس. أنا اليوم أعرف أصدقائي بيعانوا من مرض معين، فأنا ما أجي أعرض لهم دواء، لا، أعطيهم حل يناسب. إنه اليوم أنتوا تأخذوا منتجات طبيعية، اليوم نحن بحاجة أجسامنا للغذاء الصحي الطبيعي، لأنه اليوم مع الأسف اللحوم اللي بناكلها فيها هرمونات كيماويات، والخضروات والفواكه مع الأسف. فلا، نحن بحاجة اليوم، أجسامنا كلها سموم اليوم. أنا كان يحكي لي الوالد إنه أجدادنا ما شاء الله اللي عمره 70 و80 سنة، وقت اللي يسلم عليك يفرط لك إيدك من 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 مسكة إيده يفرط لك إياها. ليش؟ أكلهم صحي، كان أكلهم طبيعي، فهمت علي شلون؟ السمن البلدي العربي والفواكه الطبيعية من الأراضي يجيبوها، لا داخل لا غش ولا هرمونات ولا إلى آخره، صح؟ لذلك نحن اليوم مواد كيميائية مستاذي عزيز، مواد كيميائية ما كان أكو على هاي الشغلات. إيه نعم، فلذلك نحن بحاجة أجسامنا للغذاء الصحي الطبيعي. فمتى ما صار الغذاء كامل للجسم، فما ضل المرض، وين المرض؟ رح يروح هذا المرض بإذن الله. فبدايتك صحيحة، ولكن أنت رح تشوف من تجربتك للمنتجات ومشاركتك بفوائد هي التجربة، تمام، رح تشوف أنه بلش يدخلك كمان بزنس. الإنسان سبحان الله بيفكر لقدام، بيعود، أنا ليش ما أستثمر بمشروعي؟ عندي مبيعات، طيب أبني فريق المستهلكين، أخليهم يصيروا يستثمروا هذا المشروع، يستفيدوا منه صحياً ومالياً. فرح تشوف بإذن الله عز وجل أنه صار عندك $100 و$500 و$1000 وتبلش تصاعد، وبعدها أنت ما تسأل على المال، لأنه خلص أنت ونايم بلش يجيك المال مثل ما بقوله. أستاذ شلون؟ أستاذ أنت محمد، مسافر مع الشركة بلش يجيك المال. تفضل حبيبي. أستاذ محمد على مقاطعتك، اتمنى من الموجودين الجدد على هذا الشغل، على هذا العمل، اتمنى يفكرون البعيد مو يفكرون القصير. ان شاء الله وتعالى ما شاء الله عنك، يعني نحن بحاجه الى توعيه كلياتنا، مو بس الموجودين، كلياتنا بحاجه لهي التوعيه باذن الله عز وجل. وبالمحاضرات القادمه ان شاء الله، وبالروح الواحده مثل ما هلا موجودين مع بعض، رح نوصل هذا الفكر لكلياتنا، نوصل وناخذ مثل ما بقولوا نتلاقح الأفكار بينات بعضنا بإذن الله، حتى نوصل لأعلى قمة. لأنه مثل ما حكينا إنه عملنا جماعي بفضل الله عز وجل، وهذا الشيء بيعطي طاقة للإنسان. اليوم وقت أنا بكون لوحدي عم بشتغل، غير وقت بكون معي أنا أشخاص يعني بداخلي أرد لهم الخير، والله بداخلي أرد لهم الخير، أقسم بالله، اللي تابعين لألي واللي ما تابعين لألي كذلك. أنا اليوم ممكن أساعد أشخاص بهذا المشروع ما من فريق أبدا قبلك أساعدهم. ليش؟ لأنه أنا شفت فيه الخير، فأريد أوصل الخير لكل الناس. ما بالك اليوم اللي عنده اللي وصلان بهذا المشروع للحرية المالية، خلص المال ما بقى يهمه، لأنه مثل ما بقولوا يعني المال صار مثل ما بقول تحصيل حاصل، رح يجي، مو هيك؟ نعم. فبحييك أستاذي الغالي، ربي يسعدك ويبارك فيك. طيب هذا عنده سؤال يا شباب؟ اللي عنده سؤال رح أنا يعني أوقف البث إن شاء الله تعالى، نختم، وبعدها اللي خجلان خليه يطلع يحكي بعد ما نسكر البث. شكرا توظيف، سبحانك اللهم، شكرا على الاستماع.
ربي يسعدك ويبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رضوان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبدو اذا ما في يعني اذا ما في اسئله خلي بس يعني بتوقع الشباب بالعكس طيب. ما بي الله يسعدك طيب. خليك مجال احنا مرتاحين بوجودكم يا اخي ابو الرود وابو عبدو خليلي الله يكرمك حبيبي الله يكرمك سيد يحيى بفريق محمد مو هيك يحيى يا اخي ابو رضوان يحيى إيه يحيى حداد نعم تابع لفريق عبد الباسط بفريقي معك ما شاء الله عنك صح الله زواج كان اللهم صل على سيدنا محمد عنده طموح ايوه وما بيحسن يعني شلون اقول لك هلا انا عندي اهداف يعني اني اصير احسن ولا احسن بس ما بحسن ما بقدر وما عندي امكانيه يعني شلون اقول لك لا بعرف بقرا ولا بعرف بكتب يعني طموحي بالحياه كبيره بس يعني بصير معي شغلات كثير يعني برجع على الورق يا سلام تحديات يعني يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك ما شاء الله ربي يكرمك يبارك فيك والله من اجمل الاسئله اللي سالتها بكل عملي في نفسي والله شوف يا سيد يحيى اذا ربي سبحانه وتعالى اوجدك في مكان فاعلم انك مناسب لهذا المكان لانه ربي سبحانه وتعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما دلك على هذا المكان إلا لأنك تصلح لهذا المكان بارك الله فيك رقم اثنين يا طيب ربي يسعدك استعين بالله ربي سبحانه وتعالى شو بيقول رح أجيك كله إن شاء الله آيات قرآنية بإذن الله عز وجل وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى شوف ربنا شو بيقول فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إذا أنت عزمت على أمر بدك تقوم فيه خلي توكلك على الله الحمد لله دائما وابدا توكلنا على الله الله يسعدك فانت لما تتوكل على الله سبحانه وتعالى قادر انه يغير كل شيء لاجلك والله قادر انه يعني الموضوع والله مو موضوع امكانيات سبحان الله هو قبول من الله اذا كتب لك القبول والله ما في شيء اللي جعل البحر يابس لموسى قادر انه يوصلك واللي جعل الله باذن الله الحوت جعل بطن الحوت مكان للأمان لسيدنا يونس قادر أنه يجعل لك هاي الحياة إن شاء الله جنة بإذن الله عز وجل ما بخل فيها على كافر فكيف يبخل فيها على المؤمنين إيش لو فخلي أملك بالله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة حبيب الغالي الناجحين بهذا المجال والله أغلبهم إمكانياتهم بسيطة أغلب الناجحين بهذا المجال هن أصحاب إمكانيات بسيطة والله لكن أقول لك شو الميزة اللي بتمتعوا فيها أقول لك الآن لو جبت أنا كاسة مي وجبت معي صخرة أو حنفية بلشت فتحت هاي الحنفية على هاي الصخرة يوم ورا يوم وخليتها تنقط بس نقطة نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة شو راح تساوي؟ راح تحفر بالصخر شو السبب؟ استمراري يا عين عليك فاستمراريتك بالتعلم بالتطبيق بتطوير نفسك ما في شيء صعب تمتع بعقلية انه انا قادر انجح مثل ما غيري نجح والله راح تنجح والله انا بعرف اشخاص بهذا المجال والله اميين يا شباب والله اميين ما بيعرف يقرأ ويكتبوا في من بينهم موجودين معنا بفريقنا حققوا انجازات وفي ناس ما تقدر تقرأ بتستعين باهلها في البيت وموجودين معنا سابقا والان بلشوا كمان في ناس حتى من الموجودين معنا الان في الاجتماع ما تستغرب ولا تحسب الامور صعبه والله موضوعنا كثير سهل موضوع دي اكسل سهل جدا ليش استخدمت منتج استفدت منه شاركت الفائده مع الناس الثانيه انت ممكن ما تقدر ان تقرا وتكتب لكن ممكن يدخل معك ناس ما شاء الله من 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 خيره الناس اللي بيعرفوا يقراوا ويكتبوا ومثلا لهم مراكز ولهم معارف ولهم ناسهم كذا طيب انت شخص وصلت الى 10 اشخاص العشر اشخاص ممكن كل واحد عنده 10 او 20 واحد انت وصلت لفريق بالاف الاشخاص فلا خلي يكون عندك النقطه الاخيره هي خلي يكون عندك ثقه بنفسك بارك الله فيك يا اخي رضوان لحتى ينجح وانا ما انجح أسأل الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك والله يا اخي ابو رضوان انا لما انا بسمعك يعني انا برتاح يعني انا برتاح نفسيا ومعنويا يعني
بارك الله فيك. ربي يكرمك، خلي لي ربي يحفظك اخي يحيى، ربي يسعدك ويبارك فيك ابو محمود الغالي. اليوم استاذ ابو رضوان الحبيب، الاستاذ جمال المسعدي شو كان قبل ما يدخل لدي اكسل؟ شرطي مرور. شرطي مرور ما شاء الله. نعم نعم. اليوم هو ما شاء الله وتعالى، اليوم هو سفير ملكي ما شاء الله، عنده اكثر من 2 مليون، اكثر من 3 مليون استاذ، صحيح معلوماتك اكثر من 3 مليون. ما شاء الله ما شاء الله. نعم طبعا، ولو انه فشينا هذا السر ولكن هو فشى يعني، فيخلي سامحنا اذا شاف هاي المحاضره. فاجى من ماليزيا لتركيا بعموله واحده فقط، 2021 بعموله واحده اشترى سياره موديل سنتا، اشترى بيت في عمولة واحدة اسطنبول. يعني راتب شهر واحد معنا. أبو عبدو نعم دخل شهر واحد اشترى فيه بيت. نعم نعم. وإن شاء الله إذا صرنا مجال نطلع هيك معه رح نشوف شلون وصل لهي المرحلة بإذن الله عز وجل. طبعا هو بالاستمرارية، اليوم هو صار له 19 سنة في الشركة، 19 سنة تمام. هو زلمة شرطي مرور بسيط، يعني زلمة بسيط جدا ومتواضع، يعني قد ما بقول لكم انه متواضع ما شاء الله عنه، مع انه عنده كل هالاموال. اليوم هو مو فقط في دي اكس ام، اليوم بلش يفتح مشاريع في عده بلدان. يعني شوف هذا المشروع بيخليك تعمل خير كبير وتفتح مشاريع وتساوي جمعيات خيريه وتساوي وتساوي وتوصل هذا الخير للناس باذن الله عز وجل. وابو عبد الغالي عشان زياده لمعلوماتك، انا من سنتين واجتمعت مع الاستاذ جمال المسعدي، كانت في السابق بعمولة واحدة ياخذ سيارة واحدة بموديل سنتا، لكن من سنتين وقت أنا اجتمعت معه في بورصة في المركز، فقال أنا كانت سابقا بعمولة واحدة سيارة، الآن بعمولة واحدة اشتري 4 سيارات بموديل سنتا. اللهم بارك زد وبارك يا رب. ما شاء الله. انا شباب يعني بحب انه ما يعني ابعد عن الامور فيها مبالغه وكذا في الارقام، لكن خلينا واقعيين. يعني اللي بيستمر بنظام دي اكس ان يعني مستمر، ولكن مو فقط استمرار الزمن، يعني عم عدي علي يعني ايه والله انا صار لي شهر مع دي اكس ام ما استفدت شيء، مو بس انه انت موجود دي اكس ام مسجل عضويه، لا انت مسجل وعم تشتغل سنه سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات كما يجب، صدقا راح تحصل كل شيء انت بتحبه باذن الله عز وجل. لانه متوسط دخل الفرد بصناعه البيع المباشر مع الشركات الرصينه، يعني متوسط دخل الفرد اللي بيشتغل بين 7 إلى 10 سنوات يا شباب بين 20 و50 ألف بالشهر، يعني بين 20 و50 ألف دولار عم نحكي يا شباب. هذا رقم مو صغير. ربي يبارككم بهذا المشروع ويجعلكم من الرواد ان شاء الله عز وجل في هاي الصناعه. الله يكرمكم جميعا. امين. تفضلوا كل عنده اي سؤال. اتوقع انتهينا ابو عبد الرحمن، نختم على طيب على بركه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، سبحانك اللهم تبارك اسمك، سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيكم، يعطيكم العافيه يا جماعه. السلام. بارك الله فيك يا أبو عبد الله.